أنا والدة سليم محمد، طالب في كلية الحقوق، آخر سنة لي السنة دي، خطأ فيهم 14 واحد مش عارفة طريقه فين. عشان كده استعجبت. ايه مسك ازاي وليه؟ وليه المخبيهم ده بالذات؟ هتدفعوا على الله انهم مستودعين ده. مين يقولوا لي طريقه فين؟ يقولوا لي بس هو عمل ايه؟ بيخطفوه ليه؟ خدوه ليه طيب؟ انا عايز اعرف ابني فين؟ انا ببكي ليل ونهار. ابني الوحيد ببكي عليه ليل ونهار. ليه اختفى؟ وليه ده بالذات؟ اسألوا عليه في الشركات. روح اساله زمايله عليه. روح اساله، مفيش حد فيك يا بلد الا لما عرف بقصته الا لما يبكي عليه. اللي عايزين قلت له يا ابني سرق مين؟ قال لي احنا بنخش حراميه. اللي هجيب لك اجل قريب. قلت له يا عالم، هي الناس الغلابة دي بتتهرس كده؟ ملهاش حد. الناس الغلابة دي ملهاش حد. ملهاش. مين يرد علينا طيب؟ مين يرد علينا؟ ليه؟ ليه تعملوا فينا كده؟ احنا ناس محلنا محترمين، اسألوا علينا جيراننا وأصدقائه في كل مكان. سيدي جابر الشركة معروفة وفي كل مكان، ابني شغال في القاهرة وفي كل مكان بيشتغل الحمد لله. حد يرد، حد يرد عليا، حد يرد يقول لي ابني فين؟ على عيني يا أحمد، وإيه ممكن تطلع ما تلاقينيش؟ أنا عمري 70 سنة يا عالم، ما تحزنش لو طلعت لقيت ميتة يا أحمد. بتذلونا؟ عشان إيه؟ إيه اللي عملناه؟ لما كنت داعية مفيش إلا هو جنبي مني، ما عنديش إلا هو أصلا. وكل ما أروح محامي يسأل يقول مش موجود، مش موجود. مرة راح فين؟ ابني راح فين؟ أنا تعبت بتاع 22 يوم وأنا ست كبيرة بنلف عليه. أنا عملت بلاغ للنائب العام أهو، ماشي؟ وأنا عملت بلاغ لوزير الداخلية أهو، والنائب الوزير أهو. طول عمر مصر عايشة مسيح ومسلم مع بعض زي الفل، إيه اللي بيحصل؟ وكل زمايله يحلف بحياته، كل زمايله تحت الكلية، وكل زمايله قاعدين ساكتين، يقولوا بس يدونا خير، يبرهولنا، يقولوا لنا هو فين أصلا؟ اللي حمى يوسف في الجوب يحميك، اللي حمى موسى من فرعون يحميك وفرعون دول النهاية، واللي حمى سيدنا يوسف في بطن الحوت يحميك يا قلبي ماما، وبكي له ليل ونهار يحميك ويفرش لك ويغطيك ويطعمك ويسقيك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كده، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. أنا مستودعك الحاكم العادل اللي أرواح الكل في إيده، ملك الملك اللي يحكم بيننا يوم القيامة. أنا تعبانة يا ناس، أنا تعبت تعبت تعبت.